خلينا نروح سريعا للندا نعرف منها ايه اخر اخبار درجات الحراره والطقس والمرور وتفاصيل كتيره قوي. هنبتدي بايه معاك يا ليندا النهارده؟ بالطقس طبعا يا حسام. صباح الخير عليك الاول. صباح الخير يا جوانا. صباح الخير يا ليندا. الحقيقه يا حسام الجو النهارده هيكون فيه ارتفاع طفيف في درجات الحراره. لا هو امبارح كان فيه ارتفاع طفيف، فيه ارتفاع طفيف على الارتفاع الرهيب درجه واحده يعني امبارح 35 النهارده 36. احنا بقالنا اربع خمس ايام بنقول ارتفاع طفيف في درجات الحراره، كل يوم ارتفاع واحدة طفيف واحدة. على اخر الاسبوع ده بيعمل ارتفاع مش طفيف خالص. لا لا هو ما بين درجتين لدرجه، درجتين لدرجه. طيب بسيطه، تعالوا نشوف التفاصيل. اتفضل. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا ناخدكم في جوله سريعه لاحوال الطقس النهارده. الطقس هيكون فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري. هيكون فيه شبورة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وفي كمان نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأقل درجة حرارة في مطروح 26، وأعلى درجة حرارة في أسوان 42. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنشوف على الخريطة وهنبتدي جولتنا فيها من مدينة 6 أكتوبر اللي جاي ناحية شرق القاهرة عن طريق المحور. الطريق رايق ومفيش أماكن ازدحام مروري على طول الطريق لحد ما نوصل فوق كوبري أكتوبر في منطقة عبد المنعم رياض. هنكمل جولتنا وهننتقل لمحافظة الإسماعيلية وهنبتدي فيها من المحاور الرئيسية زي طريق الإسماعيلية الصحراوي واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية. كمان في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية الزقازيق. بالنسبة للطريق الدائري اللي رايح جامعة قناة السويس الطريق هيكون بيشهد سيولة نسبية. لسه مكملين في جولتنا المرورية وهنروح لمحافظة الفيوم وهنشوف طريق الفيوم الدائري واللي بيشهد سيولة مرورية. هنشوف مداخل المحافظة. الطريق عند مستشفى الفيوم العام وحديقة الحيوان بيشهد سيولة مرورية. دلوقتي هنروح من الفيوم لأسيوط وهنبتدي فيها من عند الطريق الدائري في أسيوط وللحالة المرورية فيه بتشهد سيولة مرورية نسبية. من الدائري في أسيوط لجامعة أسيوط والطريق قدامها دلوقتي بيشهد سيولة مرورية. هنروح نشوف كمان طريق كورنيش الثورة واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية، وقدامه كمان كورنيش أسيوط الشرقي واللي طريقه بيشهد سيولة مرورية هو كمان. دي كانت فقرتنا المرورية مشاهدينا، وكمان استعرضنا مع حضراتكم فقرتنا الجوية السريعة. دلوقتي هنرجع لحسام وجمعنا عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وأكيد هنرجع لك تاني على مدار الحلقة. شكرا.